أخاك المسلم بغير ذنب، سواء كان الإيذاء القولي بالسب أو بالشد أو بغيرها، أو كان الإيذاء الفعلي بالبطش والضرب وغيرها، حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم. أنا مسلم؟ نعم مسلم، بس أؤذي زميلي بالكلام، أو أؤذي زميلي باليد، أو بالضرب، أو بغيرها، حرام. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، وهو يبين لنا خطورة إيذاء المسلم، لما جاء له قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم خير، تصوم وتصلي وتعمل الخير والطاعات، لكنها كانت ماذا؟ كانت تؤذي جيرانها. تصلي وتصوم وتعمل خير، بس عندها أذية لإخوانها المسلمين وجيرانها. تخيلوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيلوا معي يا شباب، قال هي